المكونات الاخرى كتجي هائله هكا طالعه واحد الريحه هكا بحال ديال النوازيت ممتازه. هذه هي اللي كتعطي لنا النكهه ديال الحلوى اللي حنا كنحضروا فيها او الكيك اللي حنا كنحضروا فيه. وليدي كنعاني من الماء خصك تبدع الحمارة وتمشي واحد المسافة شحال طويلة باش تجيب ديك الماء والماء قليل. طاحت هاد الرعيضة الشتا تقورها شوية د الماء في الواد بيها نسقيو ديك الجلبنة ونسقيو ديك الفول ونسقيو ديك الزرية عي بس مسكينة الشوط حنا نشوفو فيه في البور ربي يرحمنا من عنده. جينا الغيره من يمشيو للمدينه ونشوفوا الناس المدينه يضيعوا في ديك الماء ويسقيو الجرادي ما يعرفوش القيمه ديك الماء ويعرفوش ديك الخير اللي يعطينا ربي يضيعوه.